السلام عليكم أزول في اللون. دائما شعارنا الله الوطن الملك. نحن لما نتكلم ولا تنزلوا شي فيديوهات ديال 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 المناطق من كوبا او لا فيها الفقر، لا يعني اننا احنا تنحتقروا شي ناس. الفقر موجود في العالم كامل، كاين حتى في الدول المتقدمه بحال امريكا، فرنسا، روسيا، اي مكان فيه الفقر. الدول العربية هذا احنا عندنا عادي، ولكن لما ناس تيخرجوا وتيعيروك وتيقولك غادي نقطع عليك الضوء وغنقطع عليك الغاز وما كرهوش يقطعوا عليك تل الهواء، وانتم ما تتعرفوني علمت نتكلم، لازم نردوا عليهم بالحقيقة ديالهم. وغادي نبدأ بلا بخمير فيديو وغادي نرجع نجاوبكم. صبروا معنا الله يرضي عليكم. مشاهد وصور قاسية توقظ كل من له ضمير. نحن جزائريين في الدم، أنا الجزائر هي في الدم، سواء نسكن ولا ما نسكنش غدوة يكون حاجة في بلادي أنا الأولى نفد سلاح. أنا جزائرية ونموت على بلادي، لو كان ما عنديش النيف لو كان راني خربت بلادي على 23 سنة راني في أنا ولادي. ولادي نحبوا يدخل يروح يلعب بزرقة فلا يدوش كيما ولادك، نحبوا لي يغلق على شنبرته كيما ولادك، نحب أنا كوزيني كيما مرتك ونحب شنبرتي ثاني كيما مرتك. معاناة يكابدها هؤلاء المواطنون منذ أزيد من 20 سنة. عائلات تطوقها مشقات الحياة من كل جهة، ظروف ضنكة ومنهكة تعيشها هذه العائلات بحي الرايس ببلدية سيدي موسى بالعاصمة. حي اسمها مدرسة الرايس القديمة، بلدية سيدي موسى دائرة براقي ولاية الجزائر. هاد المعاناة ما كيناش في الضواحي او لا في الاماكن او المدن النائية بحال الدول العادية، لا، هادي وسط العاصمة ديال دولة بوسعادة. هذا وبغيت نرد على صحاب غنقطع عليكم الضو. قبل ما تقطع عليا الضو ضوي راسك، شوف هاد الفيديو. بهذه الطريقة البدائية على نور الشموع الخفت يعكف الطفل عبد الرحيم على مراجعة دروسه، وهكذا أيضا يزاول مختلف نشاطاته وأفراد عائلته بسبب انعدام الكهرباء بحي الإخوة كركوش بالبليدة لمدة تجاوزت 5 سنوات. التريسيتي كل واحد ما راه جايب من عند الجيران اللي راهم ساكنين لي زونسي، انايا كل واحد من جايب خيط. انا المتحدث رئيس الحي، انايا يعني حاط الكونتور تاعي في طريق كبيره رئيس الحي خيط ب 750 متر باه نعطي للجيران وعطيو مدي انايا والجيران سته معايا. انعدام الماء الشروب وغياب الغاز والكهرباء واهتراء الطرقات ثالث تربع على قائمة انشغالات سكان هذا الحي، وزاد من معاناتهم الطويلة التي لا تنتهي. ما عندنا الكتريسيتي، ما عندنا لا ماء، ما عندنا لا غاز، الشعب هذا راهو ضايع، رانا عشماء. انا نسكن من 2018 وانا العاني، انا العاني مع ولادي ونهبط نمشي نديهم نرجعهم. هذه فقرة ولا شنو؟ قبل ما تقطع على الناس ضوي على راسك، قبل ما تقطع الماء ولا الكهرباء ولا الغاز اعطيه لشعبك ولخوك. حنايا لا نحتاجكم، وديما عاش الملك، الله الوطن الملك، وفي مارس نتفاهموا. سير انا جاي.